نطلب واش نطلب من قال لك من ترضاه دينا وخلقا، كيعود متربي وعاقل كاع هذاك راه قائك ماليات وكاع ماهيش معناها سبب. المهر راه مذكور في القران كاين منه وليدي، واللي جابها واللي طاق عليها ولهنا هو لهنا هو الصح. كي تعود بنيتي متهنيه ولاباس عليهم ولا دين ولا يقين، هذاك مهرها وهذاك دافعها وهذاك شرط. مش نقول لا طايق وشاتي ربي ورحمته، على حساب طاقته وعلى حساب امكانياته، لا عندي نعاون وليدي وما نخليهش، واللي شاتيها ربي يوفقوا معاها ان شاء الله، ربي يهديهم للخير وربي ان شاء الله يوفقهم وربي ان شاء الله يبعد عليهم ذي الحبوب وذي المشاكل وذي الادمان. وراهم مساكين راهم قايضين وليداتنا وشافينا، وراه ربي عالم، ربي يهديهم ويهدينا ويهدي امتي محمد. امين. طازج حلة جديدة وذوق اروع. زيرتوب اول قناة الكترونية في الجزائر.